Vas-y, Kala. Ramenez le four. بعيداً عن القاهرة، في محافظة الشرقية، قرية التلين. مدرسة ابتدائية صغيرة، تغير اسمها من مدرسة التلين 4 لتحمل في أوائل عام 2015 اسم الشهيد الرائد ضياء فتحي سليم. أنا مبسوطة المدرسة اسمها مدرسة الشهيد ضياء فتحي سليم. تكريما منا له نحن نسميها باسم الله يرحمه. هو ضياء فتحي فتوح سليم، ولد في محافظة الجيزة في 6 ديسمبر عام 1984. تخرج في كلية الشرطة في عام 2005. التحق بالعمل بمديرية أمن شمال سيناء، وأصيب بطلق ناري عام 2008. انتقل بعدها للعمل بإدارة الحماية المدنية في محافظة الجيزة. حصل على رتبة نقيب في عام 2009، ثم رقي إلى رتبة رائد بعد استشهاده في 6 يناير عام 2015، وهو لا يزال في بداية عقده الثالث. حضرتك أنا اللي شفت كل حاجة. حضرتك الشهيد ضياء ضحى بنفسه، هو شال الصدمة كلها. حضرتك هو كان ماسكها كده، يعني كان ماسك الحاجة دي كده، والحتة دي كلها كده كانت مليانة ناس. هو حضرتك ضحى، يعني بصي، فدى بنفسه المحطة كلها والمنطقة كلها. حضرتك أصلا المنطقة زي ما أنت شايفة كده دايما دايما نظيفة، ماشي، فما فأي حاجة بتلفت النظر، لو حطيتي ورقة أو حطيتي أي حاجة بتلفت النظر. فجي زميلي سعد شافها قال لي يا أسامة شايف الكيس ده ليه؟ لأن الكيس كان معقود وكان مربوط وكان محطوط ما بين تحت عربية، ما بين عربيتين. أحد المواطنين يعمل في البنزيمة تقدم لخدمة التأمين إنه في حد حط حاجة غريبة أسفل سيارة قدام البنزيمة بالقرب من الاسم. أخطرنا على الفرق، قمنا بعمل كردون أمني حول المنطقة، واخترنا المفرقعات، وحضرت المفرقعات للاستكشاف، وتم الاستكشاف وتبين أنها فعلا قنبلة. هو الشهيد ضياء الله يرحمه توجه للقنبلة حوالي 3 مرات تقريبا، وفي آخر مرة كان الرجالة اللي كانوا معاه يعني يتلموا حوالين منه كده، يعني زي لحظة وديعة. ده أنا فاكره كويس أوي لأني كنت موجود أثناء الاستشهاد. يعني Thank you.
استشهد ضياء، وبقي الشارع والمدرسة، وبقيت محطة الوقود، وبقي أيضاً قسم الطالبية الذي كان يستهدفه الإرهابيون بالأساس. بقي قسم الطالبية يقدم خدماته للمواطنين. استشهد ضياء وبقيت صورته تزين جدران المكان، صورته هو وزملائه الذين سبقوه إلى الشهادة، بناء على رغبة كل من يعمل بقسم الطالبية. يوم لا ينسى من الذاكرة، يوم استشهاد المرحوم ضياء فتوح اللي فدانا وفادى كل اسم الطالبية والمنطقة المحيطة به لإصراره على تفتيتها بنفسه وعدم تفتيتها عن بعد، عشان في محطة بنزين بجوار الاسم كان ممكن تتسبب في دمار شامل للمنطقة. هو فدى بنفسه وضحى بنفسه، بطل شهيد. إدارة الحماية المدنية بالجيزة، المكان الذي انتمى إليه خبير المفرقعات الرائد ضياء فتحي منذ عام 2009، وهي إدارة تتبع قطاع الشرطة المتخصصة، وتضم الحماية المدنية إدارة الوقاية من أخطار الحريق، وإدارة مكافحة الحريق، والإنقاذ النهري والبري، وإدارة المفرقعات، وكلها تحمل شعاراً واحداً: نقتحم المكان بعد أن يغادره الآخرون. احنا طبيعة عملنا المفروض نبقى ان احنا طاقم واحد وتيم واحد كلنا، سواء من بداية من الضابط لغاية الأفراد المعاونين معانا في المكان البلاغي. فطبعا لما بيبقى في ترابط جامد قوي دي بتهون علينا شوية اللحظات العصيبة اللي الواحد بيشوفها، ده من أول العسكري لغاية أعلى قياداته عارفين ضياء بالرجولة والجدعنة، وقبل كده بيحب شغله جدا وكان بينزل في أي وقت وفي أي بلاغ، حتى لو كان في الراحة أي حد، سواء من السادة المديرين اللي كانوا قبل كده والسادة اللي هو مجدي برضو المدير الحالي، كان يقول له في قنبلة ضياء في الحتة الفلانية أنا رايح مكان البلاغ. كان يعني كانوا الاثنين بيتسابوا ويوصلوا قبل بعض. كان تقريبا بنسبة 80% من بلاغات الإدارة كان يمكن هو كان اتعامل فيها، وكان فيها حاجات كبيرة جدا. وبرضه احنا مش بنقلل من مجهود حد موجود او كده، بس هو الحمد لله يعني كان مشهود له بالكفاءة العالية جدا جدا جدا. الو مطاف الجيزة، اتفضل. جسمي غريب، بارع عن شنطة، العنوان فين حضرتك؟ بلاغ المفرقعات هو الأكثر خطراً وانتشاراً بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي وبعد تهديدات جماعته الإرهابية، ولهذا البلاغ آلية تبدأ من استقباله على هاتف 180 حتى التعامل معه في موقع الحادث. السيد العقيد حسام حسن، اتوجه، جسم غريب، عبارة عن شنطة، 10 شارع العربي سالم، طريق كفرة هرمز، ميدان المساحة. البلاغ لما جه لسيادته الله يرحمه ويحسن إليه السيد واحد حماية، احنا بنسمي السيد المدير بتاعنا واحد حماية، لما عرف ان في بلاغ مفرقعات مع احد السادة الضباط قرر ان هو سيادته يوجه سيادة الرائد ضياء فتوح لمكان البلاغ، وفعلا كلمه لاسلكيا بنفسه وقال له يا ضياء بيه البس البدلة. راح سيادة الرائد ضياء فتوح تعامل، بدأ يبص على العبوة من على بعد. من ضمن التكنيك الأساسي بتاعنا لما تبقى في عبوة في الشارع احنا بنحط لها المدفع اللي هو مدفع المية، بتضرب بطلقة مية بتشتت العبوة بالفعل، او على أسوأ الفروض بتتفجر، لكن بتتفجر بعيدا عن المساكن، بعيدا عن الأماكن اللي شاغرة بالسكان. وهو ده اللي كان يهم سيادة الرائد ضياء، ان هو ما حدش يصاب باذى ولا اصابه ولا وفاه ولا اي حد. فاول ما سيادته لمح او عرف ان في بنزينه محطوط عندها العبوه دي خاف على البنزينه وعلى العاملين داخل البنزينه، خاف على المجاورات اللي موجوده، خاف على اسم الشرطه اللي هو ملاصق للبنزينه، وبدا يتعامل مع العبوه على انها داخل مبنى سكني. وده تكنيك اخر تاني ما بنظهرهوش غير في حاله ان احنا بنخاف على اذا كان في ارواح صعب ان احنا بنخليها من المكان. فسيادته عرف ان لو البنزينه دي اتفجرت هتاثر على كل المجاورات
العمارات، هتأثر على كل العمارات اللي موجودة. دخل سيادته بالفعل، خد كل الأسلوب أو التكنيك المتبع بتاعه، لكن ربنا أراد له أنه يستشهد ويكون في سبيل الله رجل الشهادة الأول عندنا في إدارة الحماية المدنية في الجيزة. كل عناصر وآليات تفكيك القنبلة اتبعها الرائد ضياء، ورغم ارتدائه بدلة المفرقعات فإنه كان يدرك تماماً أنها فقط تحمي أجزاء جسده من التطاير إذا انفجرت القنبلة. هكذا صرح الشهيد ضياء في آخر حديث صحفي له قبل استشهاده. لبس البدلة بالنسبة لمكان لما بوصل لمكان البلاغ ده طبعاً بتوفر لي عنصر الأمان، ما بتبقاش بنسبة 100%، بس طبعاً بمجرد أن أنا بلبسها طبعاً الواحد يوم متشاهد وبقوم داخل طبعاً يعني بنعزل بقى عن أي حاجة خارجية، ما بيبقاش قدامي غير العبوة أو الجسم الغريب اللي هو المطروق ده، وطبعاً بتبقى فيها يعني لود نفسي وعصبي كبير جداً. يعني أكيد ما فيش حد بيحب أنه داخل على الموت أو ما حدش بيبقى عايز يموت، بس فعلاً لا، إحنا بنعملها دي فعلاً مؤمنين بربنا، مؤمنين برسالتنا فعلاً من جوه، إن إحنا لازم نمنع الأذى ده عن الناس، خصوصاً اللي حاطط الحاجة دي هو شخص جبان وحاططها مدارية أو حاططها مستخبية أو كده، فهو عايز يعمل هدفه ده، فأنا ببقى سعيد إن أنا داخل إن أنا لا مش هتنفذ ده، مش هتعمل ده حتى لو على حساب روحه. وأكبر دليل الله يرحمه إن هو يعني ضحى بحياته عشان ناس كتيرة خالص ما يعرفهاش، ولا يمكن هي كانت تعرفه وما عرفتوش غير لما استشهد. انفجرت القنبلة بالفعل، لكن جسد الرائد ضياء هو من أوقف قوة موجاتها الانفجارية. لا يستطيع أحد أن يقدر حجم الدمار الذي كان سيحدثه آثارها في محيط تحده محطة للوقود لولا ارتدادها بجسم صلب هو جسد الشهيد ضياء. تجربة أليمة أحس بها كل زملائه وأوقعتهم تحت ضغط نفسي كبير، فكلهم معرضون في كل مرة لهذا الفقد، حتى رئيسه اللواء مجدي الشلقاني الذي رفض التحدث معنا عن ضياء، فهو بالنسبة له لم يكن بمثابة الابن فقط ولا الضابط المميز الذي لطالما اعتمد عليه، ولكنه فوق هذا وذاك حمل نفسه عبء اختياره للعمل في هذه المهمة. إحساس بالحزن والألم والغير عادي على زميل لينا فقدناه بسبب أنه استشهد في سبيل مصر وفي سبيل بلاده، الله يرحمه ويحسن إليه، وإن شاء الله نقابله في الجنة بإذن الله، لأن إحنا معه على طول إن شاء الله في الدنيا وفي الآخرة. ضياء من الناس اللي هيتزعل عليها فعلا، يتزعل بجد قبل ما يكون زميل شغل حتى مع جيرانه في الشارع، مش شرط أنا بس، حضرتك تقدري تسألي من أول العساكر الضباط الأفراد قياداته. يعني ضياء كان ليه ابتسامة كده غريبة، يعني كان حد يخليك تحبيه بالعافية حتى لو انت مش عايزة تحبيه. الله يرحمه كان كريم حتى كمان في موته، يعني حافظ فعلا على أرواح ناس كتير، ودي حاجة يعني مش قابلة للاسم. ضحى ضياء من أجل كثيرين لا يعلمهم ونال الشهادة، ولكن يبقى هؤلاء الذين يعانون من فقدانه مع كل يوم. عائلته، أب وأم وأختان، فات وهبة كان سندهم، وأسرة صغيرة أخرى كونها قبل عام ونصف العام من وفاته أثمرت طفلة صغيرة تدعى سيلين. كل هؤلاء ومن عرفوه ضحوا أيضاً بفقدان ضياء، الأب والابن والزوج. أنا قبلها بيومين والله العظيم نزل عليا سهل، يعني وأنا بلبس الطرحة كده حسيت إن في سواد في المراية، أنا نفسي قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
نفس الليلة حاجة كده معرفش صحتني الساعة واحدة بالليل عايزة أشوف ضياء. هاتف قال لي اطلعي شوفي ضياء. ايه معرفش والله. بصيت لقيته هو بيفتح وداخل. ماما ايه يا ضياء انت كنت فين ده كله؟ قال لي انا كنت فاكراه يعني بره، فكان هو قاعد عند الحمام فوق من الساعه 8 للساعه 1 بالليل. فبقول له يا ضياء انت مالك شكلك حلو كده وشفايفك حمرا ليه كده؟ فبيقول لي اصل انا كنت قاعد مع الحمام، هو بيحب الحمام قوي يعني، هو ده روحه وحياته كل عمره. المهم فما اعرفش ايه اللي مخليني مشدود، انا اتشددت له قوي كاني عارفه مش هشوفه تاني. فقلت له عشان خاطري يا ضياء ممكن تبات معايا النهارده؟ فقال لي يا ماما الساعه بقت واحده، طب اقعد معاكي شويه. طبعا بعد متعشى كده كان جعان وقعد معاكي شويه واطلع عشان ربنا يستر، بكره عندي شغل من الساعه 6. بس يا ماما ربنا يستر. قال لي يا ربنا يستر دي كذا مره. قعدت اتحايل عليه اقول له وحياه والنبي يا ضياء خليك جوه اقعد معايا. طب دلوقتي طب اقعد معايا شويه. ما اعرفش عارفه ما كنتش عارفه مش عايزه اسيبه ما اعرفش ليه. المهم فراح طلع ونزل الساعه 6 الصبح برده خبط عليا. ماما ايه حبيبي؟ قال لي يا ماما خدي الجمعيه. ده ما لا كان معاه الجمعيه ولا كان اي حاجه، هو مجرد اني بتلكك بس علشان اسمع صوته ويسمع صوتي، وكان اخر حاجه ان انا اسمعها هي الكلمه دي. ألم يفوق وصف الكلمات أن يفقد الأب الشرطي العميد فتحي حصاد عمره، ابنه الوحيد الذي ادخره ليكون سندا له. اتصلوا بيا في المديرية وقالوا لي انه مصاب، لكن هو كان متوفى. هو توفى في الحياة، هو ضحى بنفسه عشان الناس، هو ضحى بنفسه عشان الناس. كان تقي ونقي وشجاع، ما خافش. احتسبته عند الله شهيد، ان شاء الله هو شهيد. لم يمضي على زواجهما عام ونصف العام وفقدت بعد أن أنجبا طفلتهما الوحيدة، وبعد استشهاد ضياء انتقلت للعيش مع والدها في محافظة الشرقية. أنا وضياء اتجوزنا في آخر 2014 شهر 10، اتجوزنا سنة وثلاث شهور قبل الوفاة، بس احنا كنا مخطوبين قبلها 5 سنين، فأنا عارفاه من قبلها بفترة يعني. وجبت بنتي سلم. سنين كان عمرها يعني ايام استشهاد ضياء الله يرحمه 5 شهور. ضياء كان طيب وكان صبور، كان بضحي حتى ليا او لاهله، او ما كانش اناني في تصرفاته، كان بيفكر في اللي حواليه. مش اقدر انسى هذا الموقف بالنسبه لابن من ابنائي، ما كانش نسيبي او حاجه زي كده، ده كان ابن. انا عندي 6 بنات وكان هو الابن الوحيد ليا. لخصاله واخلاقه الطيبه جدا اللي كان بيتمتع بيها الشهيد. العمل والمهاره والاجتهاد عنوان لحياه قصيره للرائد ضياء، ولكنها حافله بالكثير من الخبرات والتجارب. والاكثر قيمه كانت مرتبه الشهاده التي تمناها في حياته ورزقه الله بها. والله حتى ضياء نفسه كان عارف ان هو هيستشهد في قنبله من الكنال. كان دايما يقول لي، كان فرحان قوي قوي قوي، يفرح قوي لما يفكوا قنبله ويقول لي يا ماما، يعمل لي كده بايده يا ماما رئيسي قال لي جدع يا ضياء. مجرد الكلمه دي بس، ما بالك بقى ان هو لما يعني بيفك بيفرح قد ايه ان هو ناس ما اتاذتش من القنبله اللي هو فكها، هو فك معظم الكنابل. فكان بيقول يا ماما يعمل لي كده، انا هروح في واحده منهم يا ماما. وبعدين هو اصلا قبل ما يستشهد هو طلب الشهاده في المكان ده. فقلت له ليه كده يا ضياء؟ حرام عليك يا ابني. قال لي هو احنا نطول. ضياء قبل ما يموت يعني كان تاني يوم النبطشيه بتاعته، كنا يوم الاثنين،
فانا طبيعي انا خايفه من شغل ضياء، ان هو انا عارفه ان هو بيتعامل مع قنابل، وعارفه ان هو بيطلع بلاغات كتير، وعارفه الموضوع صعب. فبقول له يا ضياء خد بالك من نفسك عشان سلم ملهاش حد، يعني حتى هو ملهوش اخوات وانا ماليش اخوات برضو ولاد يعني. فبقول له خد بالك منها ملهاش حد وكده، قال لي ليها ربنا احن عليها من اي حد. فحاجه زي كده برضو مصبراني يعني. يا رب احتسبت عدل. الشهاده هي ما ادخره الله له وعظم التكريمه. اما تكريمه في الدنيا فجاء في جنازه مهيبه امتزجت بها الدموع بزغريد الفرحة بالشهادة، وإحدى وعشرون طلقة نارية تقديراً لقيمة الشهيد. وسام الاستحقاق من الطبقة الثالثة، اسم المرحوم الشهيد رائد ضياء فتحي. حصل الرائد ضياء على وسام الاستحقاق من الدرجة الثالثة بعد أن منحه الرئيس السيسي لاسم الشهيد في عيد الشرطة في 25 من يناير لعام 2015. وكان أيضاً حق والديه على نفقة الدولة تكريماً لهما. الحمد لله شكرت ربنا، ويعني هتمكن من أداء فريضة الحج، وبالذات أن أنا واهبها على رائد الشهيد. نقطة في بحر مما قدموا، عظمة الشهادة والصبر على الابتلاء سبيلا. عايزة أقول لك اللي هي الموتى بتاعت ضياء كانت بشعة شوية، لأنها كانت بالصوت والصورة. يعني أي أم حتى استشهد ابنها ما شافتوش زي ما أنا ما شفت ابني صوت وصورة، من أول ما مسك القنبلة لغاية لما وقع حتة الله أعلم، وشفت إيديه وهي طايرة وشفت كل حاجة. فكان بالنسبة لي هو بس بشعة الموت، إنما هو عمره أنا كأم أنا مش محتاجة حاجة خالص الحمد لله، لأن في الأول وفي الآخر أنا اتكرمت من رب العالمين. ده إحساسي إن ابني إن شاء الله شهيد، إن شاء الله هياخد إيدي من الجنة، وإن شاء الله هيسقيني من يد رسول الله. تبقى القصة لم ولن تكتمل إلا بالقصاص العادل مما ارتكبوا هذه الجريمة. فيمثل الآن منفذوها الذين يطلقون على أنفسهم اسم تنظيم أجناد مصر أمام القضاء بتهمة قتل 3 ضباط و3 أفراد شرطة، والشروع في قتل أكثر من 100 ضابط، واستهداف المنشآت الشرطية، وتفجير دار القضاء العالي وجامعة القاهرة. أنا أطلب من سيادة وزير العدل أن يكون العدالة سريعة حتى تدينا الجزء من راحة الضمير بأن اللي ارتكب هذا الجرم وهذه المجازر اللي كل يوم بنشوفها، أن استردينا حاجة صغيرة من حقوقنا. أكيد لما ياخدوا القصاص من الضياء أكيد حاجة زي كده هتريحني وهتريح بنته لما تكبر. أكيد حاجة تريحنا شوية يعني. مهما يكن فهو شهيد، وستظل ذكره عطرة، وسوف تكبر ابنته سيلين ضياء فتحي فخورة بأبيها، برعاية كل من أحبه ودعاء كل مصري عرف قيمة تضحيته. سيلين دلوقتي الحمد لله يعني بنت جميلة وحلوة وحبوبة، وفعلا لما الواحد بيحضنها كده بيحس اني حتى من ابنه، هقول لك ايه يعني، حتى من ابنه كده في حضنه. حتى اكيد هي ان شاء الله تحس بحناني وحبي ليها، فانا لما بحضنها حاسه بقلبها بيدق زي قلبي بالظبط. بعدين انا يعني تيتتها زي ما بيقولوا، واعز الوالد الوالد، فسلم عندي غاليه وغلاوتها لا تقدر باي شيء. سيلين شبهه أسلوبه وطريقته في كل حاجة، وكل حاجة واخدها من بابا. نظرته، طريقته في كل حاجة، في طريقة أكله، في نومه، في مواقفها لما بتبصلي، لما زعقلها بتسكت، كل حاجة واخدها من بابا يعني كربون. سيلين بالنسبة لينا هي البهجة بتاعت البيت كله، هي الفاكهة اللي بنشوفها نضجة دائما،
وعلى طول في حضني. برضو جدها أبو والدها وجدتها والدة والدها دائما شاملينها بالعطف وبالحنان، ودائما في الزيارات وبيتحملوا أعباء السفر من القاهرة لغاية الشرقية عشان يشوفوها، لأنها مقيمة معايا في الشرقية. كل أسبوعين ثلاثة بيجوا يشوفوا البنت ويطمئنوا عليها، والمتعلقين بالبنت لأن البنت يعني أكثر من 90% شبه والدها، فدي شدهم أكثر وأكثر. ستكبر هذه الصغيرة ذات الحذاء الأحمر والضحكة البريئة، سيلين ضياء، بنت بطل من أبطال مصر. ضياء فتحي فتوح شهيدا بإذن الله. وألف على فراقك يا ولدي، بس أكيد مكتوب. أنت تمنيت الشهادة وكان باب السماء مفتوح. اللي حرمني منك فاكر كده إنك مغلوب.